بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم النموذج رقم 4 من فروض المراقبة المستمرة فرض في مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة المرحلة الرابعة الدورة الثانية، وخاصة مادة النشاط العلمي بالنسبة للمستوى الخامس. اليوم وصلنا للنموذج رقم 4، مدة إنجاز هذا فرض وهي 45 دقيقة. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد القناة، والمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناة مرحبا بكم والله يجازيكم بخير. زيدوا بارطاجوا القناة مع الاصدقاء والصديقات ديالكم، هذا الفيديو لكم مرحبا بكم. دونك الان غادي نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا هنايا. اليوم عندنا 3 اكتيفيتي، 3 ديال الانشطه، 2 ديال الانشطه باللغه الفرنسيه ونشاط واحد فقط باللغه العربيه. دونك اون فا كومونسي باغ لا بروميير كيسيون. دونك هاد لاكتيفيتي الاول فيه دو كيسيون هنايا. لا بروميير مي اون ليجوند او شيما سي دو سو اون اوتيليزون لي مو اتيروس فوتوس كوردون امبيليكال ليكيد امنيوتيك. سي بيان، دونك هنايا غادي نكملوا هذا الشكل هذا اللي كيبين لنا ولا كيوضح لنا هو واحد الجنين ديال واحد المعزه فوتوس دو شافغ، غادي نعمروه باش بالمكونات ديالو بهاد ايتيروس اللي هو الرحم، فوتوس اللي هو الجنين، كوردون امبيليكال اللي هو الحبل السري، ليكيد امنيوتيك ستادير يعني داك السائل اللزج، داكوغ داك السائل اللزج الذي يعيش فيه الجنين. جيد، دونك هنا هاد الرسم كما قلنا كيبين واحد الجنين ديال واحد المعزة، دونك فوتوس دو شيفغ. اون فا كومونسي بهاد المكون هدايا اللي عايش فيه الجنين هو لو لي لوتيروس، دونك اي تي روس داكوغ. لوتيروس هو الرحم، صافي هو الرحم. مزيان، ثم ندوزو للثانية هنايا هاد البلاصة هادي اللي كاينة هنايا، سي ليكيد امنيوتيك، هذا هو داك السائل اللي كيعيش فيه داك الجنين، ليكيد امنيوتيك امنيوتيك داكوغ امنيوتيك ليكيد امنيوتيك. ثم هنايا هاد السهم هذا الثالث كي توجه للجنين، دونك الجنين دونك لو فوتوس فوتوس، مشاتنا ايتوريس مشاتنا فوتوس ليكيد امنيوتيك، وبقى لنا الكوردون امبيليكال هو هذا الحبل السري الذي يربط الجنين بامه وعن طريقه يتغذى ويتنفس. جيد، دونك هنايا كوردون امبيليكال، كوردون امبيليكال داكا كوردون امبيليكال. ندوزو لا دوزيام كيسيون، كومبليت لا فراز سويفونت او بيان لي فراز سويفونت. دونك نكملو هاد الجمل هادو. دونك عندنا لانيمال دون لو فوتوس غروندي دون ان نوف سابيل، هنايا الحيوان الذي يعيش الجنين ديالو اللي كيعيش في البيضه شنو كنسميوه؟ كنسميوه اوفيبار، اوفيبار يعني الحيوان حيوان بيوض، حيوان بيوض d'accord، الحيوان البيوض اوفيبار. l'animal dont le fœtus grandit dans l'utérus de sa mère est dit، دونك الحيوان الذي يعيش جنينه في بطن امه يعني اولى في رحم امه اللي هو هي الحيوانات الولوده لي فيفيبار فيفيبار فيفيبار. دونك هنايا حيوان ولود، حيوان ولود، دونك الحيوانات الولوده الجنين يعيش في الرحم، وبالنسبه للحيوانات البيضاء الجنين يعيش وينمو في البيضه داكوغ على مستوى البيضه. سي بيان، دابا غادي ندوزو النشاط رقم 2 اللي هو باللغه العربيه. غندوزو النشاط رقم 2 اللي هو كالتالي. مزيان، نشاط رقم 2 عليه 3 ديال النقط. دونك غادي نبداو الانجاز ديال هذا النشاط. اذا نعتبر الشكل جانبه رسم لاعضاء توالد فأر، اذا هادو كيبينوا الاعضاء التناسليه لتوالد فأر، ما عرفناش واش ذكر ولا انثى. اذا السؤال الاول هو هل هي اعضاء تناسليه انثويه ام ذكري؟ اذا واش هي اعضاء تناسليه انثويه ديال الانثى ولا اعضاء تناسليه ذكريه ديال الذكر؟ معللا الجواب. اذا هنايا تلاحظون اذا الرمز، تلاحظون هذا الرمز، كذلك تلاحظون الشكل الذي بين أيدينا. إذن هي أعضاء، إذن أعضاء تناسلية
تناسلية أنثوية. أنثوية يعني للأنثى. لماذا؟ لوجود رمز الأنثى، لوجود رمز الأنثى اللي هو هذا. هذا رمز الأنثى اللي كيوضح بأن هذه الأعضاء التناسلية أعضاء تناسلية أنثوية. صافي مزيان. أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. إذا غنكملوا هذا الرسم وغنوضعوا هذه الكلمات اللي عندنا هنايا. قناة مبيضية، مبيض، مهبل، ورحم، غادي نحطوهم في البلايص ديالهم. كل كلمة غادي نحطوها في بلاصتها في هذا الشكل هذا. إذا غنبداو برقم واحد. رقم واحد هو ماذا؟ هو المبيض، مبيض، بحيث أن الأنثى عندها جوج ديال المبيضات، دونك مبيضين، عندها مبيض هنا ومبيض هنا، داكوغ؟ إذا مبيض. ثم ثانيا هنا عندها ماذا؟ التي تنقل البويضات، اللي هي القناة المبيضية، قناة مبيضية. دونك نضرب بعد على مبيض، دونك قناة مبيضية، قناة مبيضية، دونك هذه هي اللي كتساهم في نقل داك البويضات. نضربوا عليها، كتبقى مهبل والرحم. دونك الرحم هو هذا، رحم، ثم أخيرا مهبل اللي هو هذا، مهبل. صافي مهبل. مزيان. إذا رقم واحد مبيض، رقم اثنان قناة مبيضية، بحيث أن هاد الأنثى عندها جوج ديال القنوات المبيضية، عندها رحم وكذلك مهبل. السؤال الموالي أعطي عنوانا مناسبا للرسم. العنوان المناسب للرسم هو إذا هذا الرسم يوضح أعضاء الجهاز، أعضاء الجهاز التناسلي لأنثى، للأنثى أو للأنثى. دونك هنايا نديرو بين قوسين الفأرة. صافي ندوزو للسؤال الموالي. غنذكرو الدور ديال العنصر رقم واحد. العنصر رقم واحد اللي هو هذا مبيض، دوره. إذا العنصر رقم واحد هنايا مبيض، مبيض. شنو هو الدور ديالو؟ الدور ديال المبيض هو إنتاج، دونك دوره يتجلى في إنتاج البويضات، إنتاج البويضات. صافي الدور ديالو كيتجلى فين؟ في إنتاج البويضات. مزيان. وكنكونو سالينا النشاط رقم اثنان. وغادي ندوزو للنشاط رقم ثلاثة، لاكتيفيتي 3. تهو عليه ثلاثة ديال النقاط. الجواب عليه غادي يكون بفغي أو فو. جيكخي فغي أو فو دوفون شاك فراز. غادي نكتبو هنايا إما فغي صحيح إذا كانت العبارة صحيحة، ولا فو خطأ إذا كانت العبارة خاطئة. فو. مزيان. دونك عندنا ثلاثة ديال لي فراز. أون فا كومونسي باغ لا بخوميييغ فراز. لا بوصول اللي هي البوصلة. permet de distinguer، كتمكن باش نفرقو ما بين لو بول نور يعني القطب الشمالي من القطب الجنوبي ديال المغناطيس. صافي مزيان. اذا هذه عباره صحيحه فغي. اذا هذا هو الدور ديال البوصله، انها كتمكننا باش نفرقو ما بين القطب الجنوبي او بين القطب الشمالي من القطب الجنوبي ديال المغناطيس. لي موسي المغناطيس. صافي ندوزو لا دوزيام فراز. لي لامب دو فيلو سون الومي ميم سي لا بيسيكليت اي ايموبيل. داك المصابيح ديال البيسيكليت الدراجه سون الومي، كيبقاو مشعولين واخا ميم سي لا بيسيكليت اي ايموبيل، واخا لا بيسيكليت كتكون واقفه. دونك هذه خاطئه. حنا قلنا بان المولد ديال الدراجه كيتحرك، كتحرك الاكاره وهي اللي كتمكن من ماذا؟ كتمكن من إضاءة المصابيح. داكوغ. دونك هاد المصابيح ما يمكن لهمش يضويو إلا ما كانتش الحركة في لا بيسيكليت. صافي ندوزو الجملة الثالثة والأخيرة. لا ثروازيام فراز. لا دوغي دوسكيلاسيون دان بوندول سامبل اوغمونت لورسك لا لونغور دو فيل اوغمونت. لا دوغي دوسكيلاسيون دان بوندول سامبل اوغمونت لورسك لا لونغور دو فيل اوغمونت. مزيان. هادي عبارة نشوف واش صحيحه ولا لا. دونك لا دوغي دوسكيلاسيون اللي هي مده التارجح، هذه مده التارجح، مده التارجح. اها مده التارجح دان بوندول ديال واحد النواسون بسيط، بوندول سامبل اوغمونت كترتفع. دونك المده كترتفع لورسك لا لونغور دو فيل اوغمونت، منين كيكون لا لونغور اللي هو الطول ديال الخيط كيرتفع. دونك هذه صحيحه فغي. كل ما ارتفع الخيط او كل ما كان الخيط كبير يعني الطول ديالو كبير، كل ما كانت مده التارجح طويله. مفهوم؟ اذا هنايا لا بوصول بيرمي دو ديستينغي لو بول نور دو بول سود دان ايمون، سي فري.
Les lampes du vélo sont allumées même si la bicyclette est immobile. C'est faux. La durée d'oscillation d'un pendule simple augmente lorsque la longueur du fil augmente. C'est vrai. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص النموذج رقم 4 من فروض المراقبه المستمره اللي كيخصوا ماده النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي. ادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد القناه. كان معكم الاستاذ محمد بخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.